بابا دخلتني الجامعة عشان تتأكد إني أقدر أفكر كويس، والجواز حاجة بيقررها اتنين. طبعا حضرتك تقدر تقول رأيك، ماما تقدر تقول رأيها، الناس كلهم يقدروا يقولوا رأيهم، لكن في الآخر إحنا اللي بنقرر، وإحنا قررنا إننا نتجوز. الجواز قلب وعقل، قلبي أنا وعقلي أنا، مش قلب حد تاني ولا عقل حد تاني، حتى ولو كان عقل أبويا. ولد ولا بنت؟ ولد. وهنسميه مصطفى. بس 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 يا مصطفى، بس بس يا مديحة، بس 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 مصطفى ومديحة وبعد كده محمود وكفاية قوي. لا 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 لا، أنا عاوز كتير. أنا اتربيت وحيد، ما عنديش أخوات، وعايز عيلة كبيرة. مصطفى، مديحة، محمود، مراد، مدبولي. مش عاوزة مدبولي دي. بلاش. مها، مجدة، ميم ميم، 20 ميم، كل واحد منهم يكبر ويخلف كمان 20 ميم، ونشتغل وننجح، وهم كمان يشتغلوا وينجحوا، كون إمبراطورية. إمبراطورية مين؟ ظهور الإسلام وقيام الدولة الإسلامية الأولى. ما تخافيش عليا، انا صحتي فم. بابا ما كانش واحد، كان انا وكان انتو، لسه عايش فينا وهيفضل عايش فينا، مفيش حاجه هتتغير. العقل اللي كان بيفكر بيه في راسي، والقلب اللي كان بيحبنا بيه في صدري، كل حاجه هتفضل وكل حاجه هتستمر. امبراطوريه ميم هتستمر. كنت بتقولي حتزوري مدرسه النجاح، حتزوريها؟ ايوه حزورها النهارده، اوعى تكون قلت لهم. ابدا يا فندم، ده حتى سيادتك ما قلتيش حتزوريها امتى. طيب ماشي. اسمع يا عبد الحميد، وديني على مدرسة المستقبل السعيد اللي في شبرا. سيادتك مش قلتي مدرسة النجاح؟ غيرت رأيي، وديني على شبرا. عجباك الفوضى دي؟ يا سيادة المديرة، سيادتك عارف الحالة كويس، في نقص في المدرسات، الفصل بيحط فيه 30 حطينا فيه 60، الحيطة اللي بتقع ما بنقدرش نصلحها يا فندم.
يا فندم لو سمحتي من فضلك. اطلع يا ست. لو سمحتي. عبد الحميد دلوقتي وديني على مدرسة النجاح اللي في العباسية. اهلا وسهلا يا فندم. انده لحضرة النظر. اتفضلي يا فندم. بقول لك انده لحضرة النظر. حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا بلغتكم اني جايه ازوركم عشان تنظفوا المدرسه وتشتغلوا وتدرسوا، وانا متاكده انكم نظفتوها وابتديتوا تشتغلوا. نبقى نخلي الزياره بقى لبكره ولا بعده ولا بعد بعده. متشكره قوي. اطلع يا اسطى. الموضوع ده بقالنا سنتين بنتكلم فيه، واللي قبلينا يمكن قعدوا 20 سنه يتكلموا فيه. مستوى التعليم، حاله الطلبه، سياسه الامتحانات، مش هنوصل لحل لسبب واحد، ان اللي قاعدين في الوزاره قاعدين بيفكروا بخيالهم وبيرسموا مشاريع على ورق، مش عايشين بين الطلبه ولا بين المدرسين. مش ممكن نعمل حاجه من غير ما نعيش. الست عصبيه قوي النهارده. يا حق يا اخي. الاجتماع اللي احنا عاملينه ده وكل الاجتماعات مش اكتر من روتين ومناظر وصور. عشان كده انا هتقدم لسياده الوزير باقتراح اننا نعيش طول النهار في المدارس، يعني ما نجيش الوزاره الصبح، نيجي بعد الظهر. بعد ما نكون لفينا وعشنا في اللي هنتكلم فيه. ممدوح يا حبيبي، مش معقول. كرة في المدرسة وكرة في النادي وكمان كرة في البيت. أقول لك يا ماما، في المدرسة بتكلم بالكرة مع زملائي، وفي النادي بتكلم بالكرة مع أصحابي، وفي البيت بتكلم بالكرة مع نفسي، عشان كده بخبطها هي. يا ماما الكرة مش لعب، الكرة كلام. حتى الكرة بقت فلسفة، بقت كلام. يلا اغسل إيديك عشان نتغدى. يلا. كسرت الازاز. هات بعد كده مفيش كره في البيت ابدا. تعال خد الكره دي اخفيها، مش عايزه اشوفها. انت فاكره ان بالشكل ده اتحلت المشكله؟ ما اتحلتش. عزيزه افندم. استهان الغدا جاهز؟ لسه شويه هنشوي. طب استعجلي شوية. حاضر. مديحة ايه اللي حاطاه في بقك ده؟ ده بعيد. ما تخافيش ما فيهاش دخان. مش مسألة الدخان بس، انا عمري ما شفت بنت تحطه في بقها بايب. انا هدخن بايب لو دخنت. يا حبيبتي دي حاجة عشان الرجالة، الرجالة بس هما اللي يستعملوا البايب. مفيش فرق بين الراجل والست، ده كان زمان. زمان ودلوقتي وبكرة وبعد بكرة ولغاية القيامة ما هتقوم، هيبقى في حاجة اسمها ست وحاجة اسمها راجل. قصدك الجنس مش كده؟ طبعا في فرق في الجنس. إنما إيه دخل البايب في الجنس؟ وإيه هيتغير في جنسي لما أشرب بايب؟ وليه ما يتغيرش حاجة لما أشرب سجاير مع إن الرجالة بتشرب سجاير؟ كفاية يا حبيبتي كفاية. زهرة عشان اقنعك لازم اولدك من جديد. انتوا هتجننوني. الله، جيت يا ماما؟ من بدري. انت ايه كنت بتغسل سنانك؟ برافو يا حبيبي، دايما نضيف كده ودايما رشش اوضتك. انا مبسوطه منك قوي. ماشي يا ماما. اتفضل على الغدا. يلا يا مها الغدا جاهز. كده اهو، كده اهو الاوضه بالشكل ده. اسمعي يا ماما والنبي الكلمتين دول. كيوبيد اتجنن من قلبك وشاركني في همي وشقايا، هيسيب الدنيا عشان خاطرك وهيقعد يبكي ويايا. مش وقت الكلام ده.
تيو بيد يا ماما، إله الحب. أنت محتاجة دلوقتي لإله النجاح، ما عندكيش وقت تضيعين في الكلام ده. ماما أنت عارفة إني عمري ما سقطت وعمري ما هسقط، وقصص الحب دي هي الكلمة الحلوة اللي بتخليني أذاكر. هيا ماما. كفاية بقى كلام حلو وخليكي في الجد. ولا تزعل أبدا يا حبيبي، ما كنتش تلعب في بيتك، هتلعب في بيت الجيران، ملهاش حق تزعلك أبدا. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك. أنت وصلتي إمتى؟ النهاردة الصبح. أنت قاعد بتعمل إيه هنا؟ مش قلت لك تغسل إيدك؟ يا ماما. مفيش يا ماما، اتفضل اغسل إيدك، يلا. الله. أنت بتشخطي فيه كده ليه؟ وكل ما تيجي منرفزة من شغلك تحطي همك في الولاد؟ ذنبهم إيه؟ أنا عشان كده بقى ما بستحملش أقعد عندك أكتر من أسبوع، من كتر شخطك ونطرك في الأولاد. يا ماما أنا الأم والأب في البيت ده، لازم أعمل كده، لازم أكون شديدة معاهم ولازم يسمعوا كلامي. وأنا أمك لازم تسمعي كلامي. الإمارة بتاعتك دي هتخليهم يعندوا زيادة. خديهم بالراحة، بالذوق، مش بالزعيق وعلو الصوت. أنت فاهمة؟ شايفة إيديكي بتزعقي فيا أهو. ما زعقلكيش ليه؟ كبرتي عليا دلوقتي. العفو يا ماما العفو، كفاية زعيق بقى وتعالي نتغدى. والله وعجزت يا ست هانم. والله انت اللي مكبره روحك وعدمه نفسك. يا ماما الحمد لله، الوزاره والولاد كان ممكن يعملوا فيا اكتر من كده. الوزاره والولاد قالوا لك البسي الفساتين البهتانه دي. ما تلبسيش ليه فساتينك الملونه؟ بتنور وشك وتخليكي زي القمر. قمر ايه بس؟ خليها على الله بقى. قمر والله.